مثل الخير في الاول ويدير دي توالين وسير دي وكن اد مسلايور في سيدنا دي دونيس خدمه لفغي و السينغال هذا شو سيدنا عيسى باسكو كسمورت تمسلاينا راه فنشتايا إمي دا سمي ولا غيون دي تدارتي ويتيليا إلا يخدم ذا نتا لبغيس يخدم أكني كفغا إمي دا سمي قومن تروحو خميس إوا كنا تيتعاونا إوا كنا نتمسلاي إذينا وفيغ يغار هو ربي يغار لا بيبل يخدم لي لوانج إذينا يسنيغ دا شو تنشتايا وكي تيمسلاي دا في سيدنا عيسى المسيح دا مسلك جماع وين يومن نيس هذيك شمال الجنة يرنا غادي توكتب في سميس ديك جنوان يرنا غي تعاون كون دين فغان نلا لخاطر ربي غي تجارا ديك وجيلن إمي دا سمي يستلفوغ لا بيبل في كايتي دوير تغريغت لانت الحوايج جو فيه مغارا يسفهميتي تسلاقل إيمي ذا سمي دو فيغ ثمزديا ذي فقايث روحا وفيغ ثمثن وذاك يتبشر نوان الخير تشورن ذا الرحمة تشورن ذا الفركة وسعنا راه الحاجة نديري قول نسن لخطر سيدنا عيسى يسرد مرة الدنوبة نسن أما كذا نكداغن ومنغ طلفوغ سيدنا عيسى المسيح أجنون يا سيدنا عيسى عفوي الدنوبة ثيو ذم دنوبي ليغ السيان ومنار يسخيتش ذا مسلكيو زقسني وفيغ الفرح تقولي وفيغ لهنا غارغ واليس وفيغ سوا عين يزديهن يقلان زدخل وواليس ثلا المحبة الحنانة الرحمة يرنا ينا حملث يا ذو نون حملث القريب نوم أما ما كنت حمل مما نوم ذا غن وديوالان غاد نمسلاي لهضور إلا قنارا في يض ديما سيدنا عيسى المسيح يتبشر اول الخير يساد الصفه ومدان يفكثي ربي الروح يسي قدسن يساد الصفه ومدان ايوا كان دي مسلاي مدان وذاك يدنفن وذاك يهلكن يسحلاي الى ماذا سمع يقول لي ري جنوان يكرد دي ثلاث ايام اسمي يسمرون في الصغار دي قرقوطا يكرد يولي ري جنيان ينا دقلين اللي غيدوان يفكا ياخد الروح يقدسن يوكينا نسينا وليس ونحو جرا نتروحو ديت مزديا ارثايوض يوكينا نخدم البغي مدنن معنا نحوج نخدم البغي نس لخطار الناس كواليس طلف ثييد هذا ودي نفك بطل تشوكشي لخطار ما يسحلاي يسحلاي بطل ماشي غاسي سورديين اشحال عزيز وواليس يا دينير ودي دي تحسيسن سيدنا عيسى المسيح يساد دي سليك لما مرة معنا يناس قواليس أدس قربا غرت بورت بولا ونون مثل ديم ثورت ولنون أدك شما غد في الدلاغتو درت نون وين هلكان أذي حلون إوا كان هذا ماركي غسما نوم دي قنوان أدك شما من الجنة أي ناوك يشبان دي كتاب سيدنا عيسى وين أدي ربحان تو درتيس لخطر من نربح الدنيا أي مرة الشين يدري من ورتوفيض عند راغاوين سيدنا عيسى يحمل اما ذوينا الان يستمر كنتي يسعى يحمل اما ذوين الان الان بوفر يحملو كي مدى النيس يفغا كان ان نجد نوف وندو ذك فريديس لخطار فريديس تسافات جماع وين عيسي ظلون سول ذا الصفان ما يهلك الكونسير ذي حلوم ما إلا ذا الدرغا الذي سكذ ما إلا ذا عيفا نذي الدو لخطار سيدنا عيسى يتمقل الدربول يتمقل دري خمي منا غيسن القيس يخمي منا غيسن ذا شو نخدم يفغى الساقيا أن في الشراوالي سي مغفان وذي هلكن أهلت وذي غدي توالين ثورا تعيشن ذي الحزن أهلت تهلكم أو نيناختي ذت خنوتي شكريرت يا ربي أمنث سيدنا عيسى المسيح يدي في كاذ ميسا وحيد يتوسم مورا في الصغار إوا كان ذي عبيان دنوفة النار يرنا يفكاد المحبة الحنانة الرحمة أكي قار حمل ثي عذا ونون حمل ثي مولا نون حمل ثي مدن مرة
ولا شك الخلاف قمدان رومدان لخطار ذن تسانغ ديفكان يوكن أن عيش ثم عيش نصفان مارس ندعون نصفان حلونا مذيم دنن السينارا سيدنا عيسى أون دينير يحملكون يكنوين دي تمقلن ثوران يفغان كن يسحلو دي الهلاك يفغان دي فاك الحزن أهال تلان ودي دي تمقلن وعلمنا رذا شارا خدمن أهال تتشوران دي الحزن دي غفلان هل تو سعان المشاكل الجخام روحن مقلنا في المرابو مقلنا في كل حاجة وكنا ذفن لهنا وتفنا ران مم سيسور دينسون وتفمر لهنا إيهون دينيغ لديث استبورت ولنون إسي نايس المسيح جرفث دوث يدس أتوليم ذا شري يخدم ذي المعجزات يدون يرنان أذيوي سوى الفرح ذي خامنون ينا وين يومنا يسين الساقين ذي دقيقين ذي التواليم اسميس اذي توكتف ذي قنوان ياناتك شمم الجنس يارنا ديفك الروحي سي قدسني وكنا كوني صغر ذي تكتف ثيس اتفهمم كل الحاجة ايها ربي يتشور ذي الحملة يتشور ذي لهنا اثان الوقتين لا يتواغ طاس يتواغ كثر نزيكني تنرفايد الهلكات تنرفان تدد واسوث لخطور يون يريز مير ذي حمد ربيان إمدانان ذاين تون ربيان ذي قولاون إنسان شغل كان ذي لبسان ذي ذريمان ذي الدهب أو كذ طنوبيلات أو كذ لفنية أو كذ الشيان تون ربيان لا تناغن كخامان وان ريت لعي غماس وان ريت لعي ماس سيوان من غي سيوان البطل إيه سيدنا عيسان يساد ذي سدرم أنشتايين يساد ذي كس الصورايين إدي خدمن الشار ذي قولاون لخطار ربي يحمل استكنوم تشكريت أتمن ميس أدياس أدياوي لهنا سخام أدياوي الفرح سخام نون يوكن أذفكني غفلان خطار الطاسي قلان حزنان ولوفانا ذا شو يفغان الساقيان ديني غاية ثمان نكيني غيمي يمنا سيدنا عيسى المسيح كل مرة طلبه الظليت يتريد سعيغ لهنا ذا قخام سعيغ لهنا كتمطوطيو أندى الدير يتريد كلش ذا سهلان غاسا كنت لين الوقت صعبن حسون يفغان يصغار يوكن التقثر ذا قواليس يوكن نغلي غران قل وقت فريمون الشيطان قيق فغان يخذع لخطار لن الوقت وعريت وتنفهي مرا مي حسون ذا فريديس يوكن أنصفون يوكن أن يجهد ذي لمن أيا يثمان أثي يثمان مذويني قمنن أهل تيفشل إرى لابي بقريف وتي غرارا لخطر يعيا لخطر يخدم الخير لخطر يتولي يمدنن اهدر ناس ديال مسلاين لخطر يمدنن وتمقولنا راه ار الخير يخدموض احسون سيدي ربي احمليك احسون وين يخدموض خدمت ربي ايه اوغال دمت تكتف في صغاريت السيين اوغال دمت غرواليس لخطر كي تسجل تغليظ سيدنا عيسى المسيح يسن ذا شو قلان قوليه يسن السرار بوليه أهل تغاد سكي ديفوض أهل تغاد الخذاع لخطر ثلديد تبورتي الشيطان مي ربي وكي تعاقب رفا نشتايا أكي قار أغالد أقلين الديغة كتاورث إوا كان أتليد ذا قخاميو إوا كان أتليد سقوالي سيصفان وكي تجار ذا قجيل ناغوينيه لكن ناغت ديكوراجي ذا قليزي قليز أرثايوض هل تبليسينك قلي قلي زرطايض أحسو ما تشي ذا مدن أكني يبغي بليسيكم مدن سامحاس ثوالا سيدنا عيسان ميك توس مورا في الصغار إذا منيس ينايسن آفا فاربين سامحاسن وعلمنا را ذا شو خدمن لخطار سيدنا عيسى يتشور ذا الرحمة يبغى غي تشار ذا الرحمة يبغى أغيوين الجنس يبغى النجد نوف لخطار ربين يبغى دي سليك مرة لومان لمعنى ربي يفغى غادي كيس الدنوفيين يفغى غادي يسدرم الحيض الدنوفيين يوكن لخطار سيدنا عيسى يفكان السوم مقران يفكان إذا منيس يفكان إذا منيس لخطار يتشور ذي الحملة لخطار ربي يتشور ذي الحنانة يفكد ميسا وحيد سيدنا عيسى يتوسمر ما القريسة على القيمة مقران معناه يتوسمر في الجلنة يتمثل تيستما يتوسمر في الجنة لاغ من أو ذاك اليوم نرى سيدنا عيسى المسيح يساد الموند أونتيي سيدنا عيسى المسيح وريخدم على الخلاف
يساد ما روى عرفان ما القبائل ما روميان ما الأمم مرة يوكن كان أغيكسد نوفا غيسلوك لخطر أدم حواد دنفن يصبت القاع نورث دنوفنيا يذس الساقيان يفكاد ربيان لا سيليسيون سيدنا عيسى المسيح أريكسن دنوف أريكسن الهلاك سيدنا عيسى المسيح يناس قواليس محملت وقراون مسامحت وقراون إهيان دينيغ يثمثن حملوكم سقول مقران أما ذعراف أما ذقفيلي أكن يفغوي لي وزاريس ذا ربين أكو يغدف كان ربين يفغى نعيش تم عيشت المحبة الفهمة نسمع أني لي ذو ذا يخدم من الخير من سعى سنث الحوايج أنفك الحاجان يوين نسعاران ألي لي ذو ذا يتمع ونان أنت مسلي ثران يمسلي ندونيث نغلا بوليتيك ندونيث مي أن مسلي يمسليين يتسوين الفرح يتسوين الهنا لخطار نكينين أوني نغتي ذوت ولا سيدنا عيسى يسحلان وذي سعان الكونسير وذي دنان طباث وتحلو ضران من سيدنا عيسى السحلات لخطر لخطر أول نسان يديسبوزين أر سيدنا عيسى سعان الإيمان حلان أولا ذي كنوين سيدنا عيسى وريخ دمار الخلاف أهل تليد قسوط أهل كوض طلبيت أتواليد جرف أتواليد موكي سحلة راتوران أهل تعيش ضمانيك مدن رنك قريف سيدنا عيسى أخي لدي ثورت أخي نين أرواح خميو أتشوذ أتصوذ وكي تشجران يرنا أكدير إذ الظليث يرنا ذي فدلثو ذرثيك مرة لخطار إزمار كل شيء إهيان وديني غيثمان أكوني فارك ربي ونديفك أيان إثمنيم ذي قول نوان ما تبغى ما تخدم من البغيس ذي نتسا ذينيك تراجي ذي قوان لدي ثاسند ما يني تسلموك مرة سقوال نربي والصغار يثران قول نوان أمزرون الدث دول نوان ما إلا تظلم ميوان طلف ذا السماح ذينيك فغا ربي يفغا تليم قفوسيس من الرحمن العظيم إيه سيدنا عيسى يقار قواليس وتحسيس ثلاغ يمدنن يقفغا نكون يوين أسوى والي ودسن أموشانن سلخذاع يوكنا كنا وين ندن أظن أحسوث ما تروحهم أكن يفغوي لي تروحهم ديث مزديا أحسث يوالن ربي ماذا لبغين ربي يكون يوين أردين خذ مثل بغيس مما تشيد لبغين ربي ما قلت لبغيس سيدة ربي وريت سفرارا أو ندي بيين تفاثيس وكون يتسجارا ربي يتشور ذا الرحمة يتشور ذا العظيمة إسعاث الزمارت أذي فدلتو ذا رنون مرة إيهي ذي الدوني ثيين ونزميران دو قدرغال لخطر الدرغال ما يداد الدرغال أذغليني سنين قيون ورموج أني واديك سنويض إلا قندو ذي تفاثيس أني ليان ذو ذا يحملون أكن فغوني إلي نمدنن أنحمل لميزيل مو نحمل مرة مدن معنا سيدنا عيسى ثوران كي قارد سقرفات بورت قوليك ما ثلديت صدك شماغ هذا فدلاغ تودرتيك هذا فدلاغ خاميك هذا فدلاغ يخمي منيك هذا فدلاغ كلش لخطر سعيغ تزمارتي وانشتان ما فريمون تفغيضة الديدوليك سيدنا عيسى هكي سحلون أكي يوين ذو قفريد نتيدت إيهي الدينيغ أيا يتمع أكوني فارك ربي ربي كوني تسجارا يحمليكون أطاس أثان إيهي ما تسلام دي ووالايين وتغى مثلا رو زكا خطر زكا ونزرى هذا شيء يضرون أحسوث أمن الثخير ثورا لمعنى ليمان سبول ماشي ليمانين بالسيف سيدي ربي ودير في ذرا السيف غروان يفغى كان أتمنى ما تجم الدنوب وتمنى ما تدم دقم السلك يا سيدنا عيسى المسيح أتولي من ذا شري يخدم ذي ثوذرت نون إيهي نكيني ومنا غيس أذقي مغيذس أكن يفغون لين الوقت صعبيث معنى زريغ ويتجرى لخطار زنتا إذا مسلحيو إيه أون دينيغ وكني فارك ربي أمان أون تساعدي غيث أم تصيو نديا يوكن أون دمسلي أفسدنا عيسى المسيح أين يدفك ربي ربوليس أمان أمان très bon témoignage. Moi je me présente Nadia, je suis l'épouse de Houssine. Bien mon témoignage, j'ai rencontré le Seigneur il y a plus de 15 ans. Je l'ai rencontré suite à une déception de la vie.
Et ce jour-là, le Seigneur s'est manifesté à travers un... venu par un frère qui m'a annoncé l'évangile. Hein. L'évangile qui m'a beaucoup touchée, que j'avais vraiment à cœur. Mais je ne me suis pas engagée dans l'immédiat. Parce que je cherchais, mais ce n'était pas encore cela. Et avec le temps, je me disais, mais Yarbé Azizen, comment se fait-il que je vis des moments comme ceci? Je suis fatiguée de cette vie. J'ai besoin de te rencontrer, de voir qui es-tu. Parce qu'on parlait souvent de Dieu, on parlait du prophète Mohammed. Alors que tous ceux qui m'entouraient, c'était des musulmans. Et je vois qu'il n'y avait pas de changement. Je disais, faire le ramadan, oui, certes. Mais il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de changement. C'est une habitude, une tradition. Et je me dis, si c'est ce que demande Dieu, je le fais. Effectivement, j'ai fait le ramadan pendant quelques années. J'ai commencé à l'âge de 13 ans. Et avec le temps, j'ai découvert la vérité à travers un frère qui m'a annoncé l'évangile et qui m'a dit, seul le chemin, c'est Jésus. C'est Jésus qui annonce la bonne nouvelle, qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. » Et c'est à ce moment-là que je me suis dit « Alors, c'est Jésus. Mais pourquoi il est venu ?» Et on dit qu'il est venu pour l'humanité. Moi-même, issue d'une famille musulmane, non pratiquante, ne pratiquais pas l'islam, mais juste le ramadan, comme chaque année. Mais je vois qu'il n'y avait pas de changement avec les années. Et puis le jour que j'ai découvert ce que Jésus a fait pour moi, ou pour vous qui vous regardez ce soir, eh bien, il y a eu un grand changement dans ma vie. Je bénis, je glorifie le nom du Seigneur. Parce que j'avais une envie de suicide. Et par sa grâce, je suis encore là. Je suis encore là par sa grâce, parce que, comme il est écrit, je t'ai choisi depuis le sein maternel. Je ne pensais pas que Dieu, c'est pas nous qui allons vers Dieu, c'est lui qui vient vers nous. Je l'ai cherché de tout mon cœur, et il s'est manifesté. Et je bénis, je glorifie le nom de l'Éternel, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé en moi. Il m'a donné un mari, il m'a donné des enfants dans le Seigneur, comme d'autres. Mais ce que je veux dire, il faut persévérer, parce que c'est vrai que ce n'est pas facile quand on soit converti de musulman au christianisme. Bon, c'est vrai qu'il y a la famille derrière. J'ai persévéré et je sais que je suis dans le chemin, la vérité et la vie. Je marche dans la lumière et non dans les ténèbres. Et par la grâce du Seigneur, maintenant, ça a changé beaucoup de choses dans mon cœur. J'ai senti un amour que je n'ai pas trouvé dans ce monde. Cet amour qu'aujourd'hui, je partage autour de moi, comme vous qui nous regardez. Je vous dis persévérance, car le Seigneur vous aime. Ne restez pas dans votre coin à se poser des questions. Cherchez-le de tout votre cœur. Il se manifestera. Il se manifestera. Ne restez pas dans votre coin à se poser des questions. L'ennemi va vous tourmenter en disant non. Mais je vous assure qu'il y aura un grand changement. Parce que je l'ai cherché, parce qu'il est écrit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi. Je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais point. » Voilà, à travers cette parole que le Seigneur m'a guidée dans sa parole. Et je l'ai cherchée de tout mon cœur et s'est manifestée. Et aujourd'hui, je vis une vie épanouie. Je remercie le Seigneur, persévérer,
persévérer. Parce que le Seigneur va se manifester. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas nous qui le cherchons, c'est lui qui se manifeste. On a juste à l'invoquer. Et vous verrez le changement dans votre vie. Vous ne serez pas la même personne. Jésus te dit, vous dit, venez à moi tel que vous êtes. Vous êtes voleur, prostitué, ou mendiant, ou autre. Venez tel que vous êtes. C'est Jésus qui changera votre vie, le cœur. Ne soyez pas attristés. Parce que le Seigneur vous aime. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Alors toi qui es fatigué, chargé de ce monde, ou de tes fardeaux, ou de ce qui est de ta vie, le Seigneur te dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, je te donnerai du repos. Viens à moi, car je te donnerai mon fardeau, qui est doux et léger. Qui te dit, Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et bien, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous ouvre les portes, surtout les portes de votre cœur, si vous avez entendu sa voix. Ne dérangez pas votre cœur, parce qu'il est là ce soir. Il est là au milieu de chacun, de tous ceux qui le demandent. Il va se manifester, il va changer votre vie. Et bien, on dînera avec l'univers bien. Ça sera la prochaine fois, si Dieu veut. Amen. Amen.